بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله النهاردة هنتعلم تصميم الأعمدة باستخدام برنامج الإكسل. المرة اللي فاتت وصلنا قبل كده في الأسقف كلها إن إحنا حلينا المنشأ وطلعنا الرياكشنات وصدرناها على برنامج الإكسل وخدناهم في الشيت اللي إحنا عاملينه وطلعنا منه التسليح والقطعات. المرة دي بإذن الله هنتعلم أصلا الشيت ده بيتعمل إزاي، بحيث إن كل واحد يقدر يعمل شيت يشتغل عليه بنفسه. طيب، هو الأعمدة اللي عندي دلوقتي اللي احنا بعد ما حلينا السقف، القوة اللي جاية على الأعمدة عبارة عن ايه؟ عبارة عن نورمال فورس اونلي، كلها من النورمال. طيب المومنت، المومنت بيجي منين؟ المومنت اللي بيجي على العمود بيجي من أحمال الزلازل والرياح. أنا دلوقتي هعمل تصميم مبدئي الأعمدة نتيجة النورمال فورس اونلي، وبعد كده لما ناخد أحمال الزلازل والرياح هرجع أظبط تاني قطعات الأعمدة نتيجة المومنت. تمام، نشوف كده ايه المعادلات اللي احنا هنشتغل عليها عشان نعمل التصميم بتاعنا. عندنا المعادلة اللي هي البي في 10 أس 3 بتساوي 0.35 في اف سي يو في الاريا كونكريت زائد 0.67 في الاف واي في الاريا ستيل. نمسك حاجة حاجة كده ونشوف ايه. 0.35 رقم ثابت، اف سي يو 2250، اريا كونكريت بتساوي البي في التي، البي احنا بنفرضها العرض والتي هي اللي احنا بنجيبها مجهولة عندنا. طيب زائد 0.67 في الاف واي عندنا في الاريا ستيل، الاريا ستيل بتساوي 1% في الاريا كونكريت اللي هي 1% في البي في التي بي عندنا. يبقى في التالي كل اللي مجهول في الناحية دي كده ده كله هو التي. تمام، طيب البيو ايه؟ البيو دي، البيو دي حمل العمود في المنشأ بالكامل. بجيب منين حمل العمود في المنشأ بالكامل؟ الساب بيطلع لي الرياكشنات اللي هو حمل العمود في في الدور الواحد، بضربه في 1.1 في عدد الأدوار، كده هجيب حمل العمود في المنشأ بالكامل. تمام، تعالوا بقى نفتح برنامج اكسل ونبدأ نشتغل عليه. هذا ملف جديد لبرنامج الاكسل. الاول هنتكلم شوية عن برنامج الاكسل. برنامج الاكسل بيتكون من مجموعة من الاعمدة ومجموعة من الصفوف. مجموعة دي اعمدة وصفوف ودي خلية، يبقى مجموعة من الخلايا على شكل اعمدة وصفوف. طيب ايه الهدف من البرنامج؟ الهدف ان في بعض الدوائر جوه برنامج الاكسل بستخدمها لعمل حسابات رياضية. زي ايه مثلا؟ يعني لو انا عندي رقم هنا 5 ورقم هنا 6، عايز مثلا اجمعهم على بعض، عايز اجمع الاتنين خلي اتنين يتجمعوا على بعض ويتحط الناتج بتاعهم. في دالة جوه برنامج الاكسل متخصصة في الجمع، اسمها ايه مثلا؟ اسمها summation. هاجي هنا كده فوق ده يساوي واكتب summation SUM وافتح قوس شفت وست شفت وست واختار الاول، بعدين اقول له زائد اختار التاني واقفل القوس واضيف انتر. عمل ايه؟ جمع الخمسة زائد الستة وحطها هنا. تمام، وكذلك ممكن اطرح، ممكن اضرب، ممكن اقسم بدل ما اخليها طرح، طرح الخمسة من الستة اداله سالب واحد، ممكن اضرب ممكن اقسم. تمام، طيب حاجة ثانية من الدوال التانية، لو انا عايز يشوف لي دالة زي دالة الماكس. يعني ايه ماكس؟ يعني يشوف مين اكبر، الستة ولا الخمسة، ويختار بينهم ويحطهم هنا. عاملها ازاي؟ اقول له ماكس بيساوي الاول، عشان اكتب الدالة لازم اكتب يساوي، بعدين ماكس وافتح قوس، بعدين اختار الاولاني، وبعدين اختار التاني، بعدين هدوس على حرف الكاف في الكيبورد اللي هو يعمل الشكل ده، يا اما كاف يا اما هيبقى شيفت على حسب ايه، وبعدين اختار التاني واقفل القوس واقول له انتر. عمل ايه؟ شاف مين اكبر في الاتنين وحطهم. طيب دالة كمان اتكلم عليها قبل ما ندخل على الشيت بتاعنا ونبدأ ننفذ فيه، دالة اسمها سيلينج. ايه سيلينج دي؟ يعني بقول له قرب قرب الرقم اللي عندك. يعني لو الناتج بتاعك مثلا، لو هنا مثلا
عندنا رقم 5.33، هقول له دالة، هعمل له دالة، هقول له قرب لي الناتج ده لأقرب مثلا 10، لأقرب 5، هعملها ازاي؟ يساوي، بعدين اكتب الدالة، دالة سيلينج اي ال اي ان جي سيلينج، وافتح قوس، وبعدين هكتب الرقم اهو عادي كده، ده اللي انا عايزه يقرب. بعدين حرف الكاف، بعد كده اقول له انت عايز يقرب لاقرب كام؟ عايز يقربه مثلا لاقرب 2، قايل له 2، واقفل القوس وانتر، قربه اقرب عدد زوجي. كده 5.3 اقرب عدد زوجي خلاه 6. تمام، دي بعض الدوال اللي هنستخدمها في عمل الشيت بتاعنا. تعالوا بقى نبدأ نشتغل ونبدأ نعمل في الشيت. ده الشيت بتاع الفلات سلاب اللي احنا الرياكشنات اللي صدرنا. هناخد بس منه التكست، نحطها هنا كده في الجنب، وناخد كمان F3 3 F3 اللي هي الرياكشنات، نحطها في تمام. هنا اسم الشوك. طيب تمام، وبعد كده نبدأ نشوف. احنا قلنا ده كده الرياكشن ده عبارة عن ايه؟ حمل الدور، حمل العمود في الدور الواحد. انا عايز اجيب حمل العمود في الادوار كلها اللي هو البي يو، بتساوي ايه؟ اول حاجة هي وحدتها هتكون بالطن. تمام، بتساوي ايه؟ بتساوي الرياكشن في 1.1 في عدد الادوار. تمام، يبقى هقول بيساوي تحقوص تمام F3 اللي هي ده في اللي هي شفته 8، 1.1 في عدد الأدوار. كام عدد الأدوار؟ طيب وليكن 12، وهقفل القوس وأدوس إنتر. طب هو دلوقتي عدد الأدوار ثابت معايا 12؟ لأ طبعا مش ثابت، فهعمل إيه؟ هعمل خانة كده هنا، وافتحها على بعض كده من ميرج، واقول له نمبر اوف فلور عدد الادوار، واكتب هنا عدد الادوار يكون 12، 10 ادوار مثلا. طيب هاجي على هنا بقى، هشيل ال 12 اللي انا حطيتها دي، واختار الخانه دي تمام، وادوس انتر. وبعد كده احنا عايزين نخلي نفس الداله تتنقل على بقيه الرياكشنات. هاجي من الجنب كده، لما الماوس يتحول لونه الاسود ده اقوم شادد، ابص هلاقي كله صفار. ليه صفار؟ لما جه هنا في اول واحده خالص ضرب 1.1 في الرياكشن في عدد الادوار اللي هي الخليه دي، لما جه ينزل على اللي بعدها ضرب F3 اللي هي دي 1.1 بس نزل هنا كمان في الخليه دي. لا انا مش عايز كده، انا عايزه يثبت ان هو يضرب في دي. ازاي؟ هقول له ثبت دايما ان انت تضرب في الخلايا دي، ما تنزلش على اللي تحتها. هاجي عند في الاول هنا كده، وهاجي عند F3 اللي هي الخلايا دي، الخلايا دي اسمها كده F، وادي 3، وادوس F4 في الكيبورد، هو علامة الدولار. تمام، ده كده معناه ايه؟ معناه انك ثبت لي الخلايا دي ما تنزلش على الخلية اللي تحتها، وادوس انتر، وامسك كده تاني واشد. تمام كده اتظبط معايا، يبقى ده بالنسبة للبي يو. بعد كده انا دلوقتي جبت البي يو، فاضل لي ان انا اجيب ايه؟ عايز اجيب الاريا كونكريت، المساحة بتاعتي. هي الاريا كونكريت هتساوي ايه؟ احنا هنا قلنا ان البي يو بتساوي في 10.3 تساوي 0.35 في الاف سي يو في الاريا كونكريت، زائد 0.67 في الاف واي في الاريا ستيك. الاريا ستيل قيمتها 1% في الاريا كونكريت، فهشيل الاريا ستيل واعوض عن الاريا كونكريت. تمام، يبقى البي يو بتساوي في 10.3 بتساوي الكلام ده. وبعد كده الاريا كونكريت اخدها عامل مشترك من هنا وهنا،
هيبقى area concrete في بوينت 3.5 اف سي يو زائد بوينت 6.7 في اف واي في بوينت 0.1. تمام، هقسم بقى ال area concrete على الجزء ده كده هنا وهنا عشان اجيب قيمة ال area concrete. يبقى ال area concrete بتساوي ال بي يو في 10 اس 3 على بوينت 3.5 في ال اف سي يو في بوينت 6.7 في ال اف واي في بوينت 0.1. تعالوا نبدأ ندخل ال area concrete سنتيمتر تربيع الوحدة بتاعتها هنا. احنا قلنا انها بتساوي ايه، قول بتساوي، تمام بتساوي ايه، هفتح القوس واقول البي التيمت في 10 اس 3، يبقى ادي البي يو التيمت في 10 اس 3 واقفل القوس. تمام، وبعدين على كام اهو، انا كده جبت اللي فوق، على كام هفتح قوس وادخل الكلام ده كله، فاتح القوس بتاعي على بوينت 3.5 في الكام، الاف سي يو 250 في زائد ايه، زائد البوينت 6.7 في الاف واي 3360 في بوينت 0.1 واقفل القوس تاني. يبقى انا عملت ايه، قلت ان الاريا كونكريت بيساوي البي يو ضربتها في 10 اس 3 وقسمتها على الكلام ده كله، في بوينت 3.5 في الاف سي يو في بوينت 6.7 في الاف واي في البوينت 0.1. طيب الاف سي يو والاف واي عندنا الاف على حسب نوع الحديد ممكن تتغير، فبدل ما انا هخليها كده ثبتها احط قيمتها، لا هعمل نفس ما عملت في عدد الادوار، هعمل خانه بره كده واسميها الاف سي يو وخانه ثانيه الاف واي. تمام، وهاجي هنا كده همسح بقى الاف سي يو دي واحط مكانها الخانه بتاعتها، وبرده ما انساش هدوس اف 4 ليه عشان تنزلش على اللي بعديها. تمام، وهمسح هنا كده قائمة ال اف واي واحط الخانة دي ودوس اف 4 كده. تمام، دخلوها هنا القيمة بكام، دي 250 وال اف واي 3600. ده بالنسبة للاريا كونكريت، همسكها وشدها لحد تحت. طيب هي الاريا كونكريت دي عبارة عن ايه، عبارة عن البي في التي، اكتب البي والبي انا بفرضها وليكن 30 وامسكها كده واشد لحد تحت، وبعد كده التي برضو بالسنتي. هي التي بتساوي ايه، التي بتساوي اريا كونكريت على البي. تمام، يبقى هفتح كده قوس هنا، افتح قوس اقول اريا كونكريت على هنا يساوي، افتح قوس اريا كونكريت على البي ادوس انتر. تمام، طلع لي هنا كام، طلع لي 59.5. مفيش عندي اريا كونكريت كده، مفيش طول بيتعمل كده، فانا عايز ايه، انا عايز اقربه، هتقربه لاقرب كام، لاقرب 5 سنتي. طب تمام، هعملها ازاي، دالة التقريب سيلينج، هاجي في الاول كده ومكاتب سيلينج، تمام، وبعدين فاتح قوس بتاع الدالة السيلينج، وهاجي بقى هقربه وادوس على حرف الكاف واكتب عايز اقربه لكام، عايز اقربه لاقرب 5 سنتي زي ما واقفل القوس وادوس انتر. طيب تمام، قربها هو الاقرب 5 سنتي، وقال 60، امسكها وشدها لحد تحت. طيب ادي كده 60، بس انا لو لاحظت في البي هنا في التي هنا هلاقي ان القيم في عندي قيمة مثلا 25، ما ينفعش، انا المفروض ان التي ما بتقلش عن البي، فانا عايز اقوله ان اقل حاجة في التي البي، اقل حاجة في طول العمود العرض بتاعه اللي هو البي، فهعمل ايه، هاجي هنا كده
يبقى هاجي هنا اكتب ماكس وافتح القوس، وفي الاخر بتقيس على حرف الكاف كام اقل حاجة 30، واقفل القوس ودوس انتر. تمام، هنلاقي شهادة من الاول والاخر، لان هي اتغيرت ال 25 بقت 30. تمام، ده بالنسبة لاريا كونكريت. فاضل لي بعد كده ايه؟ فاضل لي الاريا ستيل. احنا قلنا ستري اريا ستيل بتبقى حاجة من الاتنين، بعد ما خلصت الاريا كونكريت اريا ستيل بتبقى حاجة من الاتنين، يا اما بوينت واحد الاريا كونكريت اللي طلعه لي، يا اما بوينت 0.006 من الاريا كونكريت، من الاريا كونكريت اكشوال اللي هتتنفس اللي هي البي في التي. يبقى يا اما هضرب 0.01 في الاريا كونكريت اللي هي دي، يا اما هضرب 0.006 في البي في التي. يبقى احنا نعمل الاتنين وبناخد الاكبر منه سنتيمتر تربيع. الاريا ستيل هنا هتساوي ايه؟ اريا ستيل 1.01 في، بس اكتب يساوي الاول وافتح قوس وبعدين 0.01 في، في كام؟ في الاريا كونكريت، واقفل القوس وانتر. بس كده شد من الاول لحد الاخر. تمام، دي كده بالنسبة واحد. نيجي بعد كده للاريا ستيل 2 بتساوي كام؟ برضو بالسنتيمتر تربيع. يساوي مفتاح قوس وبوينت 0.006 في البي في التي، واقفل القوس وادوس انتر. ادي كده اريا ستيل 1 واريا ستيل 2. طيب هو انا الديزاين بتاعي على اريا ستيل 1 ولا اريا ستيل 2 هعوض في انهي فيهم؟ انا هاخد اريا ستيل الكبيرة، يبقى هعمل حاجة تانية كده اسمها اريا ستيل ماكس. اريا ستيل ماكس عبارة عن ايه؟ عبارة عن بتساوي الماكس ما بين ده و اريا ستيل دي. ادوس انتو شد بقى من الاول للاخر، ادي اريا ستيل ماكس. تمام، وبعد كده بعد ما جبت الاريا ستيل عايز اصلح النمبر اوف دايمتر، النمبر اوف دايمتر. طيب انا الاول عشان اجيب النمبر اوف دايمتر بتساوي ايه؟ المفروض بتساوي الاريا ستيل بتاعت الاريا ستيل ماكس على الاريا ستيل للسيخ الواحد. السيخ على الاريا ستيل بتاعته بتساوي ايه؟ باي على 4 دي تربيع. انا محتاج اقول له دايمتر بالمليمتر، وابدا هنا ادخل الدايمتر اقل حاجه 12. تمام، وبعد كده بعد ما قلت له الدايمتر النمبر اوف بورز عدد الاسياخ. تمام، عدد الاسياخ بتساوي ايه؟ يبقى النمبر اوف بار بتساوي ايه؟ بتساوي الاريا ستيل، يبقى هتقول يساوي وافتح قوس الاريا ستيل على ايه؟ على باي على 4 في الدي تربيع. يبقى باي على 4 ربع، افتح قوس ليها كده وقول ربع في باي. باي بتساوي كام؟ 3.14. تمام، بعد كده في الديامتر، الديامتر بكام؟ قفلت القوس اقول فيه وافتح قوس تاني ديامتر، الديامتر فين؟ الديامتر اهو. تمام، على 10. ليه؟ لان انا هنا هدخله بالمليمتر وعايز احوله للسنتي، فبقول على 10 واقفل القوس قص 2. تمام كده على دايمتر في دايمتر تربيع. بعد كده اقوم قافل القوس دوس انتر. قال لي محتاج قد ايه؟ طلعت بكام؟ ب15.7. مفيش عدد استياخ ب15.7، يبقى انا لازم اقربها لاقرب عدد ذوبي. هاجي في الاول كده
اقول له دالة سيلينج، دالة التقريب، سيلينج، وافتح قوسلي، وفي الاخر ادوس حرف الكاف واكتب تقريب لأقرب كام، لأقرب 2، واقفل وادوس انتر. تمام، هو قربها لي ل 16 وشد كده. طيب في حاجة ثانية، ما ينفعش الا عدد الاسياخ في العمود عن 4 اسياخ، فبالتالي هاجي برضو هنا واختار الماكس وافتح قوس، وفي الاخر هقول له 4 واقفل القوس ودوس انتر. كده في غلطة، معنى كده الكلام اللي مكتوب ده ان في غلطة في الاقواس، نراجعها تاني. غلطة ان دي معمولة فيه، المفروض مش فيه، هي المفروض حرف الكاف بس كده. تمام، نيجي هنا بقى ومشادد ده من الاول لحد الاخر، وبكده نكون خلصت الاكسل. فاضل لي اخر حاجة بس الموديل، وانا هعمل عشان نماذج الاعمال. بعد كده ممكن بقى الالوان نلون نعمل الكلام ده كله. وده كده بالنسبة لشيت الإكسل والديزاين للأعمدة باستخدام الإكسل، برنامج الإكسل. كده تكون خلصت محاضرة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.